السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بالحصة الثانية من موضوع الضوء، الوحدة الرابعة من هل النشاط العلمي للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي تحت عنوان الأجسام الشفافة والأجسام المعتمة. Les corps transparents et les corps opaques. إذن بالنسبة للهدف التعلمي، أن نستنتج أن الضوء يمر عبر أجسام شفافة ولا يمر عبر الأجسام المعتمة. إذا لاحظوا معي الصورة، نرى الأشياء عبر زجاج النافذة ولا نراها عبر الستار. إذا لاحظوا معي، فزجاج النافذة فهو يظهر لنا ما يوجد خلف النافذة، لكن عندما نسدل الستار فإننا لا نرى ماذا يوجد خلف النافذة. إذا سنتساءل، ما هي الأجسام الشفافة وما هي الأجسام المعتمة؟ وما هي الأجسام المعتمة؟ إذن كفرضية نجيب بها عن هذا التساؤل. إذن لاحظوا معي، فبالنسبة للزجاج غير مغطى بالستار، فإنه لاحظوا معي يسمح بمرور الضوء، نرى الضوء عبر الزجاج، لكن عندما نسدل الستار فإننا لا نرى شيئا. إذا تصبح النافذة إذا بوجود ستار معتمة، وبالتالي لا تسمح بمرور الضوء. وهنا يمكن مقارنة الزجاج بالستار. الزجاج فهو يسمح بمرور الضوء، بينما الستار لا يسمح بمرور الضوء. ويمكن أن نقول بأن الأجسام الشفافة تسمح بمرور الضوء، الأجسام الشفافة إذا تسمح بمرور الضوء، والأجسام المعتمة لا تسمح بمرور الضوء. إذن نمر الآن إلى السؤال الأول من فقرة التحقق، ولاحظوا الصور التالية. إذن لاحظوا معي، الصورة الأولى أنظر عبر الزجاج الأملس. إذن لاحظوا معي، زجاج النافذة شفاف يسمح لنا برؤية ما يوجد خلف النافذة. الصورة لاحظوا الآن الصورة الثانية، أنظر عبر الزجاج المحبب. الزجاج المحبب إذن فهو يسمح بمرور الضوء، لكن بكيفية غير واضحة. إذن لاحظوا، يعني ليست واضحة تماما 100%، لكن يمكن أن يعني نتوقع ما يوجد خلف الزجاج. بالنسبة للسؤال أو الصورة الثالثة، إذن الستار بلاستيكي إذن فهو معتم، لا يسمح بمرور الضوء إذن بالمرة، إذن فهو معتم. إذا سنتمم الجملة التالية بكتابة ينفذ لا ينفذ، يسمح لا يسمح. الزجاج الأملس يسمح برؤية واضحة، يسمح برؤية واضحة. إذا ينفذ عبره الضوء، ينفذ عبره الضوء فهو جسم شفاف. الزجاج المحبب لا يسمح برؤية واضحة. إذا كما قلت، فيمكن فقط أن نتوقع ما يوجد خلفه، لكنه فهو لا يعطينا رؤية واضحة عن الأشياء يعني بنفس الشكل التي يسمح بها الزجاج الأملس. إذا ينفذ، لكن ينفذ عبره الضوء جزئيا، فهو جسم نصف شفاف. نقول نصف شفاف، حالة بينية بين الشفاف والمعتم. الستار البلاستيكي، الستار البلاستيكي إذا فهو لا يسمح بالرؤية تماما، إذا لا يسمح بالرؤية ولا ينفذ عبره الضوء، لا ينفذ عبره الضوء فهو جسم معتم، إذا فهو جسم معتم. الآن نمر إلى خلاصة الدرس. ينفذ الضوء عبر جسم شفاف
ويسمح برؤية واضحة. ينفذ الضوء جزئيا عبر جسم نصف شفاف، إذا نصف شفاف، ولا يسمح برؤية واضحة. لا ينفذ الضوء عبر جسم معتم ولا يسمح بالرؤية. إذا بالنسبة للكلمات المهمة خلال هذه الحصة، معتم أوباك، نصف شفاف دونك ترانسلوسيد، ترانسلوسيد نصف شفاف، ترانسلوسيد شفاف، ترانسبارون نفذ، ترافيرسي دونك معتم أوباك، نصف شفاف ترانسلوسيد شفاف ترانسبارون نفذ ترافيرسي. نمر إلى أنشطة استثمار. Je mets un signe plus dans les cases des objets transparents. Et dans ça n'a pas d'aide pour l'ajsem chefaf. Un signe croix dans les cases des objets translucides. Nous chefaf. Et un signe moins dans les cases des objets opaques. Les tilettes se mettent bien mourir. Adou, yani, بشكل يعني تام. Et dans vert, et dans فهو شفاف يسمح بمرور الضوء، إذا نديرو زائد. شابو دونك أوباك موان ريسيبيون دونك اون بو دير سيت ان اوبجي ترانسلوسيد نصف شفاف، إذا سنضع علامة في دونك سيت ان اوبجي ترانسلوسيد نصف شفاف. دونك بوتاي القنينة، إذا القنينة إذا الزجاج ديالها نفس زجاج الكأس، دونك سو سون دي زوبجي ترانسبارون، دونك هنا غادي نديرو زائد بالنسبة للقنينة. إذا بالنسبة للفيتر، الفيتر الزجاج، إلا أنه كما كتلاحظو معايا فهاد الزجاج بدن بلون بني يميل إلى السواد، إذا فهو يعني زجاج ملون، وبالتالي فهو غيسمح لنا اذا بحال الزجاج المحبب اللي شفنا في الوضعيه ديال اتحقق، غيسمح بمرور الضوء ولكن راه ما غاديش يسمح برؤيه واضحه. عفوا، اذا فهنا غادي نصنفوه بانه parmi les objets translucides دونك اجسام نصف شفافه. هنا غادي نديرو كخوا دونك ترانسبارون اوباك ترانسلوسيد ترانسبارون ترانسلوسيد. إذا أصدقائي إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، موعدنا يتجدد على نفس القناة مع باقي دروس المرجع. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.